المشاركه ديالي في مهرجان او مشاركه المجموعه ككل مجموعه ولاد الحلوي فهي يعني كل ما كانش الجمهور ما غاديش تكون مجموعه ولاد الحلوي في كلاسين ما تعطيش هذا العطاء كامل اللي عطات دابا هذا هو اللي كاين فانا انبهرت من انا اصلا ملي طلعت لاسين كنباهر بهذا الكم الهائل بعد ديال الجمهور ثاني حاجه كنباهر بالتفاعل يعني العالي ديال الجمهور الدكالي والجمهور الجاليه الجمهور المغربي يعني الراقي يعني اللي كنحترموه بكل صراحه الجديد هو اغنيه سينجل غتكون ان شاء الله هذا الاسبوع غنبداو في التصوير ديالها الورقه الحمراء ومن بعد كاينين جولات يعني وطنيه من بعد ان شاء الله كنتمنى انها تكون دوليه ان شاء الله كاين ما يدار ان شاء الله انتظروا الجديد توجهت لي الدعوه في النسخه الثانيه ديال انغام الجديده النسخه الاولى ما كنتش فيها بحكم التزامات ديالي الناس اللي مسؤوله في الدوره الثانيه عيطوا لي ما نقدرش نقول على شي حاجه فيها جديده كيف ما كتشوف هذا ماشي مهرجان هذه لما جلسه ديال العائله عرس مجموعين ساحه البريجه لا الناس ديال الجديده لا الناس اللي جايه الجديده كتفرج في وليداتها لا اقل ولا اكثر سير معايا انت سير هذيك الجهه يلا كلشي انا وصلنا لازمور حقنا لازمور